السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن الإخوة الكرام، في النوائب والمصائب التي والنازلات التي تنزل على الأمة الإسلامية، نرجع إلى علمائنا الأكابر. وأنا الشيخ فركوس، يعني من مدة طويلة جدا وأنا أتابع فتاويه آراءه، يعني لقيته ما شاء الله. هذه وجهة نظر، وجهة نظر. دخلت الموقع الرسمي نتاعو، هاو الموقع هنا، وتقدروا تكتبوا فركوسكم فقط. هنا تكلم في الكلمة الشهرية رقم 97 على النازلة هذه نتاع الأمراض الخطيرة هذه، مصطنعة أو غير مصطنعة، مؤامرة أو غير مؤامرة، المهم راه مرض يقتل. تكلم فيها وقال وعنونها بالتذكرة الجلية في التحلي بالصبر والشكر عند البلية، وبدأها بالحمد، وبدأها بالحمد. إذا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بعد نتكلم شوية فيما قاله الشيخ فركوس، وهو أحد العلماء الأكابر المعروفين في كل العالم الإسلامي. قال: والمؤمن العارف بدينه، يعني اللي يعرف دينه مليح، يقابل النعمة بالشكر. مش كي تجي النعمة يضرب النح، والمصائب يقابلها أيضا بالشكر، ولا يكون هذا إلا لمؤمن. فذلك مكمن الخير في فضيلتي الشكر والصبر. والإنسان مطبوع على الأشر والبطر، على الأشر والبطر عند حلول النعمة. هاو كما قلت لك، ينسى مباشرة إذا وقع في نعمة، كي اللي ما كان والو. مجبول على الهلع والجزع عند حدوث المصيبة، يدخله اليأس، ويتمكن من نفسه، كما أخبر المولى عز وجل في قوله: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. منوعا، هذا هو الأشر والبطر، إلا المصلين. هذه سورة معارج. والمؤمن التقي يعلم أن السر والضراء وسيلتان إلى نوعين من العباد، وهما الصبر والشكر. فإن أنعم عليه شكر واهب النعم، وإن أخذ ما أعطي صبر من غير هلع ولا جزع، فهي أمانة استرد صاحبها، فلا يزيد إلا أن يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة. في الأخير، لا نطيل عليكم إخوة الكرام، لا نطيل عليكم يقول الشيخ فكوس أنه في هذه النازلات يظهر الإنسان الرضا عن الله تعالى بلسانه بالذكر والتحميد الدال عليه، أما الشكر بالجوارح فاستعمل ما أتى الله من فضله عليه في المواضع المأمور بها شرعا، محققا ومتمما الحكمة الشرعية، وهي طاعته سبحانه وتعالى. وبذلك يتم شكره، وهو خير له في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا هو، تشكر الله عز وجل.
الله عز وجل يزيدكم. سورة إبراهيم آية 8، ما تشكروش ما يزيدكمش، بالعكس. كما أن الواجب على المؤمن الصمود أمام المصائب، لازم يصمد. هذه حاجة المؤمن، يعني المؤمن المؤمن بالله عز وجل يصمد، وعارف بلي راه رايح للآخرة، ما هو إلا عابر سبيل، استظل تحت ظل شجرة ثم يأخذ راحلته ويرحل عن هذه الدنيا. فلا ينهزم أمامها بل يتحلى بالصبر، فهو الأساس، هذا هو الأساس، لازم التحلي بالصبر يا جماعة. ولا ينهزم أمامها، مش يجينا بالأخبار يومين، أخبار، خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، كورونا 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 كورونا، عورونا بالكورونا. الأساس الذي بنيت عليه قواعد الطاعة والإيمان وتفرعت منه فروع البر والإحسان، فكل خصال البر والخير وأحوال الطاعة متعلقة بالصبر ومرتبطة به وجارية عليه. فالصبر إذن هو سر العظمة وأساس النجاح. أساس النجاح هو الصبر يا جماعة، ما فيهاش نقاش. كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالمهتدي بطريق العزة يعيش في ظل قوله تعالى: قل كل من عند الله. يا مبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والشكر كل الشكر، والرضا كل الرضا لله عز وجل. نحمده في السراء والضراء، وبارك الله عليكم. أخوكم أبو محمد عمار من ولاية جيجل شرق الجزائر.